بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم سعيد. مرحبا، سعيد جدا مرة أخرى بالتواصل معكم في يوم من أيام الجزائر العظيمة الذي يصادف في 5 من شهر أكتوبر من كل سنة منذ سنة 1988، أحداث التي ذهب ضحيتها 500 مواطن جزائري آنذاك، خرجوا إلى الشارع من أجل المطالبة بالتغيير. طبعا لا شيء تغير للأسف بعد 31 سنة منذ 5 من شهر أكتوبر 1988، منذ تلك الانتفاضة التي وصفت آنذاك لمن يذكر، وصفت بمجرد شغب أطفال. سيناريو يتكرر، وتوصف ثورة 22 من شهر فبراير لأنها ثورة مجموعة من المغربين، مجموعة من الخونة، مجموعة أيضا من العملاء، وكذلك من الشردمة، وهو أحدث وصف. اليوم من خلال هذا الفيديو أردت أن أترحم على أرواح ضحايا 5 من شهر أكتوبر من سنة 1988، وضحايا الديمقراطية، وضحايا النضالات المختلفة لأبناء هذا الشعب الجزائري منذ ما قبل الاستقلال إلى ما بعد الاستقلال، وكم كانت التضحيات كبيرة. أردت أن أترحم على هؤلاء وأولئك، وأجدد تضامني مع كل المعتقلين السياسيين الذين لا يزالوا يعتقلون إلى غاية اليوم. وعلمت اليوم بأن هناك عدد من النشطاء تم اعتقالهم ليضافوا إلى قوائم الذين تم اعتقالهم منذ 22 من شهر فبراير الماضي. أردت أن أترحم وأتضامن، وأردت كذلك في هذا الفيديو أن أذكر وألخص كيف ولماذا نحن مع وضد الانتخابات. خاصة نوضح هذا خاصة بالنسبة لمن اختلطت عليهم الأمور، وخاصة أيضا وأن مسيرة البارحة كانت واضحة وضوح الشمس من خلال شعارات المرفوعة، وكذلك الهتافات التي أطلقها أبناء شعبنا، والشعارات التي رفعوها ليؤكدوا بما لا يدع أي مجال للشك بأن شعبنا يريدها فعلا انتخابات حرة ونزيهة على أسس متينة تفضي إلى انتخاب رئيس شرعي تكون له الشرعية اللازمة لكي يقود البلد. يجب أن يفهم الإخوة بأن الجزائريين كلهم دون استثناء، نعم كلهم دون استثناء، يتفقون على ضرورة العودة إلى الشرعية الشعبية، يتفقون على ضرورة العودة إلى المسار الانتخابي من أجل اختيار الرئيس الذي يريدونه. لكن أغلب الجزائريين، سيدي خلينا نقول على الأقل بعض الجزائريين، هم ضد هذه الانتخابات التي تنظمها بقايا العصابة، وسمعنا وشفنا البارحة في الشعارات والهتافات لا للانتخابات مع العصابات. الجزائريون كما قلت هم مع ضرورة تنظيم هذه الانتخابات، لكن ضد إجراءها في هذه الظروف. هم مع هذه الانتخابات لكن ضد إجراءها في هذه الظروف المشحونة وبهذه السرعة وهذا التسرع الذي سيكون أكيد في صالح بقايا النظام لكي تزورها ولكي تختار هي بنفسها الرئيس الذي يقود الجزائر في الفترة المقبلة، أو بالأحرى رئيسها، وسيكون رئيس العصابة الجديدة. نحن إذن مع الانتخابات، ولكن بعد اتخاذ إجراءات التهدئة التي وعد بها رئيس الدولة، والتي أكدها كذلك منسق لجنة الحوار. نحن مع الانتخابات ولكن بعد التهدئة من خلال إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وكل النشطاء وكل الطلبة وكل المواطنين الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، واعتقلوا بسبب مشاركتهم في مختلف المسيرات. نحن مع الانتخابات ولكن بعد فك الحصار على الصحافة الجزائرية، على الإعلام الجزائري، على القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة،
وفتحها أمام الرأي العام وليس كما هي اليوم تأتمر بأوامر جهة واحدة. نحن نعم مع الانتخابات الرئاسية وإعادة الشرعية للشعب السيد، ولكن ضد ترشح بقايا نظام. تقول لي هذا الأمر غير ديمقراطي؟ لا، حتى ولو، أين هي الديمقراطية؟ نحن ضد ترشح بقايا النظام، لأن ذلك سينتج نفس النظام بنفس الممارسات، وبالتالي فعليها أن تختفي كلية من المشهد، لأن وجودها يستفز هذا الشعب الجزائري. نحن مع الانتخابات، ولكن سنكون ضد كل من تسانده ما سميتها بأحزاب التكالب الرئاسي والمنظمات الجماهيرية والجمعيات التي رافقت بوتفليقة ليس قناعة ولكن رافقته نفاقا وتملقا وتزلفا. سنكون مع الانتخابات ولكن ضد من تولي ودعمها الأفلان والأرندي والأنبياء وتاج وكل المطبلين. نحن مع الانتخابات الرئاسية ولكن تحت إشراف فعلي لسلطة وطنية مستقلة تشرف وتنظم وتراقب وتعلن نتائج هذه الانتخابات، وليس مجرد سلطة شكلية كنا نتمناها مستقلة عن السلطة، فإذا بها تكون مستقلة عن الأحزاب وعن التنظيمات وعن المجتمع المدني وعن المواطنين ككل، ويعين أعضاؤها من طرف نفس سلطة الأمر الواقع، وحتى لجانها البلدية والولائية تعين بنفس السيناريو، رغم أن هناك من اللجان البلدية والولائية من لم يتم تعيينها إلى اليوم، رغم أن عملية مراجعة القوائم تنتهي مهلتها غدا. نحن مع الانتخابات الرئاسية لكن من دون آلة التزوير التي تشرف عليها وتحركها الأحزاب، أحزاب التحالف المعروفة. أما رسالتي لمن يعتقدون بأن الذين يخرجون كل ثلاثاء وكل جمعة من طلبة ومواطنين ومحامين ومختلف الأسلاك في هذا المجتمع، من يعتقدون بأنهم هم ضد الجيش الوطني الشعبي، فهذا افتراء، لأنه لا يوجد أي جزائري اليوم يقول لك هو ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ولا يمكن أن يكونوا ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ولكن من حقهم أن يكونوا ضد تدخل قيادة الجيش الوطني الشعبي في العملية السياسية وفي العملية الانتخابية وفي تعيين الرئيس القادم وفي تدعيم الرئيس القادم الذي تريد تعيينه من أجل الحفاظ على مصالحها ومواقعها ومناصبها، وعينت بما فيه الكفاية من الرؤساء على مر الزمن منذ سنة 1962. لذلك نحن مع الانتخابات ولكن ومع الجيش الوطني الشعبي، ولكن ضد تدخل الجيش في العملية الانتخابية وفي العمل السياسي، لأنه في زمن بوتفليقة كانوا يقولون لنا أنتم ضد الدولة، اليوم بعد رحيل بوتفليقة يقولون لنا أنتم ضد الجيش. نحن لم نكن ضد بوتفليقة، كنا ضد سياسات وممارسات بوتفليقة وضد النهب والسلب وتهديم الجزائر. نحن اليوم كذلك مع الجيش الوطني الشعبي ضد كل الممارسات التي تشيء للعملية الانتخابية وتؤثر على اختيار الشعب. نحن كذلك لا نشكك في نوايا المواطنين الذين يعتقدون بأن الذهاب إلى الانتخابات في هذه الظروف هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وهي والانتخابات هي التي ستحل مشكلة الجزائر. لذلك نرجو من هؤلاء وأولئك أن يتفهموا من يعتقدون بأن الذهاب إلى انتخابات 12 من شهر ديسمبر لن تحل المشكلة، بل ستزيدها تعقيدا، لن تحل حتى مشكلة النظام والسلطة. وقلت هذا الكلام من قبل، لأن أكيد الحوار لن يتوقف ما لم يحقق كل مطالبه، وما لم نصل إلى انتخابات رئاسية فعلا تكون نزيهة وشفافة يختار فيها الشعب الجزائري، حتى ولو اختار تبون أو مهوبي، في انتخابات حرة ونزيهة فليكن ذلك الشعب هو الذي يقرر.
من يدعون الشعب للتعقل أو من يدعون هؤلاء الجزائريين الذين يخرجون كل ثلاثاء وكل جمعة إلى التعقل، ندعوهم بالمناسبة إلى توجيه الدعوة، نفس الدعوة لقائد الأركان لكي يتعقل ويخضع للإرادة الشعبية التي نسمعها كل جمعة وكل ثلاثاء ونقرأ لافتاتها كل جمعة وكل ثلاثاء، لأنها ببساطة تريد التغيير، تريد رحيل النظام، تريد انتخابات رئاسية يكون فيها السيد هو الشعب الجزائري، تريد استعادة سلطتها واستعادة سيادتها في اختيار الرئيس وانتخاب الرئيس بكل حرية وبكل ديمقراطية. أنا متأكد بأن هذه الصورة كانت واضحة ولا تزال واضحة وستكون واضحة. متأكد بأن هناك نوايا سيئة تريد أن تشوه هذا الحراك وتعتبره بأنه حراك ضد الدولة وضد الجزائر وضد مؤسسات الجيش وضد الاستقرار وضد التنمية. لا، الذين يخرجون كل جمعة هم مع الانتخابات الرئاسية ومع الاستقرار ومع الجزائر الجديدة ومع الجزائر القوية ومع جيش وطني شعبي يحمي الشعب الجزائري ويقوم بمهامه الدستورية ولا يتدخل في الشأن السياسي ولا يتدخل في تعيين الرئيس. على الأقل نجرب مرة واحدة أن الرئيس يختاره الشعب وليس المؤسسة الجيش ولا مؤسسة أخرى ولا حتى أطراف خارجية. أتمنى أن الرسالة وصلت. مجددا ترحم بهذه المناسبة ذكرى 5 شهر أكتوبر على أرواح كل شهداء الجزائر الذين سقطوا ذات يوم كان عددهم 500 شخص، ونترحم بالمناسبة على كل شهداء الجزائر الذين سقطوا أثناء طورة التحرير وبعدها. سلام.